بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، وادخلي في عبادي، وادخلي جنتي، أنعي ببالغ الحزن والأسى لوفاة المغفور له إن شاء الله الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، حيث فقدت الأمة العربية والإسلامية قاعدا من أغلال دارها. فإذا عرب عن خالص التعازي لدولة الكويت الشقيقة حكومة وشعبا، نظل نتذكر بكل الود والعرفان مآثر الفقيد الكريم وحياته التي كرسها بكل إخلاص وتفان في خدمة الشعب وفي دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية. لقد فقدنا اليوم زعيما ورد لدولة سيخلد التاريخ اسمه بأحرف من نور، ستظل مواقفه المشرفة تتناقلها الأجيال، لم يدخر جهدا في سبيل رفعة شأن بلاده، ولم يتوان يوما عن مساندة ودعم أمته، وأسهم بحكمته وحنكته ونفاذ بصيرته في حل الخلافات وتقريب وجهات النظر. أدعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم أسرته الصبر والسلوان، متوجها بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يتغمده بالرحمة الواسعة والمغفرة الحسنة، وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يلهمنا ويلهم ذويه جميعا الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اغفر للفقيد بمغفرة واسعة يا الله، يا الله اللهم اغفر للفقيد مغفرة واسعة ورحمة، وارحمه رحمة نازلة واسعة يا الله بمحض فضلك، اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران. اللهم اجمع بيننا وبينه في الجنة، والحمد لله رب العالمين.